أعلنت الشركة العامة للإسمنت العراقية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن أن إنتاجها خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 2.5 مليون طن. وقال مدير عام الشركة حسين محسن الخفاجي أن الشركة حققت نسب إنتاج مرتفعة خلال 6 أشهر الماضية من جميع أنواع السمنت بإيرادات بلغت 75 مليار دينار مقارنة بالفترة السابقة نفسها من العام السابق والبالغة 1,800,000 طن فقط، مضيفا أن الشركة حققت أعلى إنتاج وللمرة الأولى في تاريخها في شهر تموز الماضي حيث بلغ 575,000 طن بإيرادات بلغت 15 مليار دينار، مبينا أن تحقيق هذه المؤشرات يعد مكسبا وبصمة وتطورا إيجابيا يحسب للكوادر الفنية في الشركة بجميع معاملها.